أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز، تاريخ 23/9/2019، الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الـ S&P 500. من الناحية الإخبارية ليس لدينا أي أخبار ذات تأثير كبير اليوم على الأسواق في الرزنامة الاقتصادية، سوى مؤشر مديري المشتريات القطاع الصناعي في الولايات المتحدة، وهو نوعا ما خبر ذو تأثير متوسط، حيث من المتوقع أن يصدر عند 50.3 كما كان في المرة السابقة. أما من الناحية التقنية فنلاحظ السلبية التي حصلت في S&P قبل قليل بسبب صدور الأرقام أو البيانات الألمانية السلبية لمديري المشتريات التي أثرت بشكل مباشر على حركة الأسعار. بالوضع الحالي ثبات S&P على المستوى 2978 يعزز نوعا ما التصحيحات في حركة S&P 500 وإلى مستويات 3000 مرة ثانية، ولكن كسر مستوى 1975 يغير هذه النظرة الإيجابية إلى مزيد من السلبية للوصول إلى مستويات 2965 تقريبا، وكسر مستوى 2960 قد يدفع للأسعار للوصول إلى مستوى 1947. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز، شكرا لحسن المتابعة.